وين ما كانوا عم بيرافقونا بلبنان وكل انحاء العالم. مرحبا. مرحبتين. كيف صحة؟ وينن هالدبيكي وين؟ مرحبتين ومرحبتين وينن هالدبيكي وين؟ دغري نغني ما فيك غير دفتر قصي. ما فيك هيك كبل اشياء يعني على الهواء دغري مباشرة كمان. انه لو هلا في اللي عم بشوفونا على فيسبوك بيشوفوا انه بلشت تهزز نطري. نحن ما غنيت لي بداري كده. نحن هون على الطاولة. نحن ما غنيت لي بداري كده. ليه؟ كيف هيدا كيف بغني؟ هذيك على البسكليت. تبع روبي. ايه ما بعرفها تتشوف انه غير يعني. كوكب الشرق روبي. انا غير بغير محل. ايه. انت غير ليفل صرتي. ايه ليفل. صرتي صوب ام كلثوم هيك ماجدة فيروز. هيدا الشيء. ايه حطي هالشيء. والمستمعين بدي اقول لهم ان شاء الله يمضوا برفقتنا من هلا للخمس وربع. اوقات كتير حلوه تفاعليه شبابيه رح نجن مثل العاده كل يوم بعد الظهر على صوت لبنان. هوينا غير صحه موجوع انا سيمون صور المخرج. شو بكي؟ ما بعرف ليه اليوم كله من هون هيك يعني. على العالم يعني او شيء اذا بحكي انه الناس نسعى حدا على واتساب اذا حكينا ما بنوجع. اوكي بس عم بوجع هلا هيكتوا الاي سي اللي لسانك الحاكي مش على الواتساب حاكي الاي سي هلكنا حلو نتلو اليوم عنا اكيد جوائز عنا ابديتس عن السوشيال ميديا عنا كمان اخبار فنيه اليوم المخرجه كارولين ميلان خصت موقع صوت لبنان vdl.me بكل ابطال مسلسل لو ما التقينا يلي ضوينا عليه نحن اول مره وكمان في عنا اتصال مع فنانه وممثله وعنا شغله صارت بمطار بيروت جديده وحلوه حدا رح يخبرنا عنه. ما تحرق المراحل. ما تحرق المراحل. توني شوي شوي. اوكي حبيبي. وعنا كل شيء عن اندرويد. ايه تغديت. برافو. جليت الجليد. نعم. جليت الجليد يعني جليت صحنك ولا تركته هيك مشقع فوق الجليد. لك عارفة حالك مع مين عم تحكي انت. ما تقولي. ليه بيجلي الجليد انا. لانه بس واحد يأكل لازم يجلي جليته. ايه بس الرجال بيجلي الجليد. عفوا ما تبخزني. اوكي هلا مثلا اذا في شيء يورجان انه بمشي صحن صحنين بس انه حاطي لي هذا الحي الاخضر والحي الازرق. لا والدعاية انا بدي اعملهم هون مش هيك بس انه حلوه العونه يعني انه واحد اذا شاف مرته مثلا بيجي من الشغل لقيها تعبانه مش ملحقه انه يشتغل معها بالبيت يحط ايده بالبيت ما عليه اذا مثلا شايل غسيلته ونشر برا بيستحي عيب يشوفوا الجيران عم بنشر. لا والله يعني عن جد تخنتيها بدي روح اشتغل وطلع لك مصرياتك ومصروفك وجيب لك احلى فساتين وجيب لك احلى سياره وبدي اخذ الاولاد وعلمهم واخذهم وروح وسافر واعمل وبدي اجلي لك الجليد شو بصير لك ما بتروح تنشر على البلكون ولا بتعطي مع جارتك تلتي حكي على جارتك انه انا هوليك كلهم اللي عديتهم على العشر اصابيع اللي بايدك ما بعملون انا ما بشتغل ما بهتم بالولاد وما بطبخ انت بتسرب الساعه 12 بالليل هلكانه مستويه ما هي الساعه 12 بالليل انت وين سهران بعد ما يخلص دوامك حبيبي رح تشرب كيس انت واصحابك يعني لا حبيبي ليك لازم اشتغل 24 شو نكذب لحظه مناصفه لازم يكون الشغل بالبيت بين الرجال والمراه ما عليه بده يساعدها بده يحط ايده بالبيت هيدي انه انا بالرجال بروح بشتغل وبيجي لهون ليك انا برايي بجيب لك احبل ولد فرد مره بجيب لك التيشيرت وبتنقع اجريك وبغسل لك يا سيدي العمر مين طلب منك يا حبيبتي تغسلي لي وتشطفي لي الدرجات انت اعملي شغلك وما بدك درجات الاجرين والاجرين مين طلب منك انت حبيبتي اعملي شغلك وما حدا قدك لا 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 يفوت الجو وهيك يعني انا بعد في بس انه بعد في لازم احبل ولد تكتمل معي لا حبيبي بس لازم واحد الرجال يحط ايده مع مرته ما عليه اذا مثلا ساعدها بشي بالبيت طب يا عمي اوكي نص مصيبه ساعدك بصحن صحنين بس انا بدي انشر الغسيلات شو اذا لا حطي لي وزره فرد مره لك اكيد ما دوما توسخ خطيبك وتنزع عليها ونهلا حش تقولوا لها ايه انتم بوجه وتقيدوها شو عم تبيضوا وجه معها روح تفضل انت سيمون بتروح بتجلي الجاليات شك ما هضم طلب لي سأليان مدامتك طلب لي اياها لشوف هيدا هو موضوعنا بتضلكم تقولوا لنا ما تتخانقوا ما فينا ما نتخانق كل يوم لا بتستفزيني بدك تجلي الجاليات اليوم والفايت هو انتو مع ان الرجل يحط ايده مع مرته بالبيت ويشتغل معه بيساعدها بشغل البيت او ضد هيدا الشيء وانتو لا الرجال اوعى حاشا وكلا ما تعملي هلا سيناريو عزويك انا عم بقول للمستمعين انا وجهة نظري بتقول انه في حال مثلا يا عم في صحنين ثلاثة بالمجلة انه بليز ما بقى في عنا صحون جليلك جلوة زغطولة اوكي بساعدهم بس انه انا اعمل المناج كله تبع البيت ما حدا قال لك المناج بس بتساعد بشغل البيت ما بيصير لك شيء اذا نشرت الغسيل ما بيصير شيء اذا شلت الغبرة انت ما تفتح تمك اذا كويت لك ورا الفيسبوك كويت لك قميصتين ماشي الحال شو بتصير شو انا بعرف حمل مكواية انا بعرف يا عمي هول شغلتي انا اعملهم شو نحن كان شغلتنا ما علمونا طيب انا عندي اقتراح شو رايك تروحي انت تعمري وتنكشي جنينة وتصب
تصبي بيتون وتعمري بنايه، شو بتعمليها؟ ما عملت. بدي شغلك بالمسمكه، تروحي بتشتغلي. بتعرف في رجال بيقولوا اوقات بيقعدوا محل نسوانهم بالبيت، ولانه بيكون في شيء مشكله او هيك بيقعدوا بصير يقولوا يي كتر خير الله انه نحن بنظهر من البيت، لانه الله يساعد النسوان واجادهم كيف بيقدروا يحملوا كل النهار شغل. هيدا سيناريو انت بترسميه براسك، ما حدا بيقوله مرسوم خلقه حبيبي. انتوا انت قلك شغله، انتوا بتالفوا القصه. حشيري لحظه خلص. لحظه انتوا بتالفوا القصه بتصدقوها وبتعتبروها كانه صارت. مستمعين عايشين باللالاند. هو موضوع الفايت لليوم، اذا بتحبوا تايدوا توني او بتحبوا تايدوني، نحن ناطرين واتساب بيتكم على رقم التليفون 76611 00 واحد. وفيهم يبعثوا لنا فويس نوتس او تايبت مسجز، وبليز ما تلفنوا لانه بروكب السليولار هيدا الكمبيوتر والواتساب، فما تلفنوا واتساب، ما تلفنوا عملوا معروف. هلا ما تعملوا كيفيه وتلفنوا يلي انتم معطوني. اوكي برافو يا شاطرين. هلا بعد شوي بدنا نعطي الاسامي يلي امبارح سحبناهم وما قلنا الجوائز. ايه دخلك لانه طلعنا نقل مباشر، طلعنا نقل مباشر. وكمان امبارح الموضوع يلي قلناه بأونلي ان لبنان رح نرجع نعيده اليوم، هلا بنرجع نحكي فيه بعدين. تيبان ايه ما يضيعوا المستمعين. ايه خلصتي؟ خلصت. ولو سكر الكاميرا بدي فوت اجلي.